أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط المدير المسؤول عن شركة صناعة إلكترونية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الوراق لاستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات ووضع علامات تجارية مسجلة على خلاف الحقيقة والطرح للبيع بالأسواق. معلومات وتحريات مباحث التموين بأمن الجيزة أكد قيام صاحب شركة صناعة إلكترونيات دون ترخيص بمنطقة الوراق بتصنيع أجهزة كهربائية مستخدما خامات رديئة ويضع علامات تجارية وهمية عليها لطرحها بالأسواق. تم مداهمة المصنع وعثر به على أكثر من 2000 جهاز كهربائي منتج نهائي وأكثر من 18 ألف قطعة مستلزمات تصنيع مجهولة المصدر.